أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024-2025 مقارنة بنحو 15% عام 2020-2021. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول ريادة الأعمال الخضراء، والذي استعرض الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع شركاء الدوليين. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق الالتزام بتجديد الرقابة على جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان شفافية والعدالة في توزيع الدعم. أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة الطبقات والبطاقات التموينية يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب. قام وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي بزيارة إلى شركة الدقهلية للغزل والنسيج ديتكس التابعة لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة. وخلال الجولة تفقد الوزير مصنع الغزل والنسيج القائم حيث تابع عمليات ومراحل الإنتاج، كما قام بجولة في مختلف المواقع التي يشملها مشروع التطوير والذي يقام على مساحة نحو 35,000 متر مربع ويتضمن مصانع جديدة للتفصيل وتريكو والصباغة، بالإضافة إلى مركز للتدريب والمخازن. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية وغيرها. وخلال كلمته أمام المعرض والمؤتمر الطبي قمة أفريقيا للشؤون التنظيمية، قال جمال الدين أنه من المخطط إقامة منطقة صناعية دوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع لجذب الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركاء النجاح من المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية. هذا وأضاف جمال الدين أنه يوجد بالمنطقة الاقتصادية العديد من قصص النجاح في هذا المجال، مثل مصنع أتيكو فارما بالمنطقة الصناعية بالسخنة والمتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1,200,000,000,000 جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13,200,000,000 جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات النقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3,600,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 57% ليصل إلى مستوى 30,833 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 8,126 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي اضاف نحو 1% ليصل الى مستوى 11,337 نقطة. يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل عقب عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد غد الثلاثاء. توقعت تقارير اقتصادية أمريكية أن ينخفض السعر الفائدة الرئيسي مجددا، لافتة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية. ويفترض الخبراء أن السلطات النقدية ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لنطاق يتراوح بين 54% إلى 74%.